تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بذكرى الاستقلال بعد أن انفصلت عن بريطانيا العظمى في عام 1776. يوم الاستقلال هو عطلة فيدرالية في الولايات الأمريكية تنظم فيه الحكومة مسيرات في عواصم الولايات، وعادة ما ترتبط هذه المناسبة بالألعاب النارية وحفلات الرقص والحفلات الموسيقية. هذا ومن المقرر أن ينظم استعراض عسكري كبير بهذه المناسبة، الأمر الذي يميز احتفالات هذا العام عن الاحتفالات السابقة.